ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هاته، وهذا أبرز عنوانها. تلاميذ يحتجون على توقيف أستاذتهم. احتجاجا على صدور قرار توقيف المؤقت في حق أستاذتهم، نظم مجموعة من التلاميذ بإعدادية بوعرق بالناظور وقفة احتجاجية بالمؤسسة التعليمية. وبحسب مصادر إعلامية، فإن إدارة المؤسسة التعليمية تدخلت لتوقيف الاحتجاج وأجبرت التلاميذ على العودة للأقسام بعد التزامهم بعدم تكرار أي احتجاج داخل المؤسسة. وكانت عدد من الأكاديميات التعليمية بمختلف أقاليم المملكة قد أصدرت قرارات توقيف في حق أساتذة متعاقدين بعد رفضهم مسك نقاط التلاميذ في منظومة مسار وتسليمها للإدارة كشكل احتجاجي في معركتهم المستمرة لترسيمهم في الوظيفة العمومية وإلغاء منظومة التعاقد.